يسمينو، السلام عليكم. مش جنت مليح ان شاء الله تيرينت مليح. والله يسمينو لقيتي طوموبيل توتراجيغ توتراجيغ شن حوايج قيمه موت كاع اضغ كوردي هذه تيك توك وشيف غايد وناس فيديو نجونايدة. والله يسمينو الا تقسايه من داش نتغيني، وخصوصا ثني قان قا جنيدة مدمنة اليوتيوب، قا جنيدة عماصة تذوا عماصة تقيم زعما والديكوير، قا خصاص ضروري انتهي تعقب غا اليوتيوب. اي سما قا جنيدة من داش ضرمو مبقاش اش نتشنغ فيديو ثني هو في زرينا تزع، اما ثني يعني ثني هو في زرين عاد عدون تغا تيك توك جنيدة اتزانت من داش تغدر ذاي. والله الا تغدر ذاي ومي داس نحصغي ومي داس نحصغي اي فيديو نيت ساس دي تيك توك. والله يسمينو عزني ما يوضخ في الدح، والله الا فيديو تقغاش نتي تزي برا وحق الله العظيم الا قيدي برا يسمها قاش نتايا اتغزان تني سته وين شنت اوني غاسود تستغل الفرصه مي قي قي عاد بقيم غداني تا يعني دي تو بين عاد غاري 20 مينو طراجيغ شان حوايج اني غاسود هذا زعما هكا داس نتسا صغير متبعه هينو خي قال لا قماني ني ويجي قمي سنحس نتا سي سما سي سي مزوغ نشنت شكلني تحكمت والله العظيم، ولكن نشي نعمو غنقيم نتزنزين خاس نتزنزين ناس دي راقر أردغا تعقب كين غا يعني دي السوشيال ميديا واخا واخا خاصها تعقب دي السوشيال ميديا. والله هاي السما قاش سنا من ميطلعك حبوك من هان ميطلعك السيورة قبارة زعما كرخو تبدل اليوتيوب ومي كي السيورة تو غا سنا غير مرمي غا سبيتي وكوش يعني تو سنا من ميطلعك حقا خاصها خاصها هجم غا فاد دحا في حرامين. والله حماوي خص كاميرا واش تعزما يد سكاميرا قا كيدي تزانت وذي التعظيمة كيدي تزانت يعني خا تزانت كوشي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نشس أي سمين وعيسين والسين والسين زعما يوذن من داش نتكا جنيدة فغوغ ومي تغو تصوغ تزرا إيش تنزري تصوغ ثنيا خا تصوغني غا سواه ثنيا زعما نيشان جنيدة منين تسقسي. والله العظيم إلا تسقسي في الطاوين نص عما تيتزي من الطاون ثنيا نيشان جنيدة وتعقب بوغا اليوتيوب ني غا صد عندك كي سايس أو تمين وعز الناس صد عندك ناس جنيدة. والله ما قاقت مليح زعما أكو عايز نص إني قان لا قا بيريكولا والله أكو عايز نص طاون نص والله إلا قت مليح، ولكن تطر خا نص وتجيبو مليح صراحة وحرق كيس قا غاسي ويا كوحت ناضي كي السيور من هارق وكزبو السيور ني غاسي الناس ويا كوحت تكشوت من الرقية قف قاري هو زما قطوه خصها تتعيد غال في نار وتسبو تعيد ثنا يشوفها خديجه ثنا الوعد تغ شموع ذغ اقاك زعما كقيكيم هذا مسنفذ ولكن اداك حق وزما غداك حق ثنا يرخو اروحني يعني باش تتعيد وطريق حبو ما تعيد وش سي ربي لي صغي غزال سي ربي خاص غي فارجني ان شاء الله دعانت كي سي سمين وعزن خاص يفرج دي فارجي ان شاء الله ما راه خي سمين وعزن وتجيبو نتا ثواهان مره هني كي ندي شان حسران ثنيت من شان حاش تصبحانت اتي عاون غاس سي ربي غي السما. والله العظيم الا يعني قساي صراحة توقل والله الا قساي غي السما ننومي تشفو سوا التصني وذان تعاون التصني يوتيوبرز مري غزان تعاد ماجدة يومية ام البنات هي كان دوك تشينو حنا غادي ندوسي ندي الصحراء اسي وركز قري وي وخديجة نيشان تقيت جنيدة لاباس والله الا ثقيت نيشان هي خديجة هنا تشتغل خصك زعما شهان سبعة طاق واحد غاري ثاسي وسيدي لاباس قا غانتاس قري لا ما تغاري تاس غاري تاس غا هدا ولكن شتغل خصك غاتاس زعما غنفو غنصوا جميعا يوتيوب جميع ايوا انا ساق من غاسيك غام تفرج دي جنيدة ثني واه انا غاسي وروح عليا سي جنيدة الى سي جنيدة قامين تقيت قران شيش تزاي سنتو خاص بو قبير اق واحد غانو اما التعاليق السلبيه كنت ايوا كنت هذا سي ربي سمينو وهنا داش نتي وشابي من جندا سبحان الله العظيم التعاليق السلبيه الخو المشكل تجبو دي جنيدة ذاي دي صحاب اليوتيوب ودي كلشي انا كنت تشارق نتي تغارب نتي تحاوش نتي دواز جينت شي ما يسمع والله ما تجينت شي ايوا الله المستعان كنتي تصفح سي ربي وها والله العظيم الا كنتي تصفح سي ربي باش نتي وشابي ثنيتها سبحان صراحه مايم سمينو عزناك نيت جغاك فيديو جنيدة سنحس انت مليح ثار انت تخافي ها سنحس انت مليح ونصغوا يا ثار انت تخافي. كل ما وصلوا العواشر كل ما وصل العيد الكبير كان مرض وما عمري ننسى هذيك الليله وهذاك النهار
كانت في حومه شعبيه ربعه اليتامى، كانوا جوج ولاد وجوج بنات. وشوفوا هاد القصه الريح اللي ناط فيها، حتى الريدو كيهضر على هاد القصه هادي. كانت حومه شعبيه عايشين فيها ربعه اليتامى، جوج بنات وجوج ولاد، اللي توفى الوالد ديالهم نهار السبوع ديال خوهم. نهار اللي عندهم سبوع خرج دار قصيده الوالد وما رجعش. وكان صديق الوالد او كان شريكه في الخدمه، كان واعد هذوك الاطفال ان العيد الكبير هو اللي غيبقى يتكلف به حتى يكبروا دوك الوليدات. وفعلا داز العيد الاول جاو فرحوهم، داز العيد الثاني جاو فرحوهم. وفي الحومه الشعبيه قبل ما يوصل العيد بعشر ايام كتبدا كل دار كيدخل فيها الحولي ديالها او العيد ديالها، والاطفال كيفرحوا. وشنو كيديروا الاطفال ديال الحومه؟ كيخرجوا كيجمعوا الربيع. ودوك اليتامى حتى هما من ضمن دوك الاطفال ديال الحومه كيمشيو يخرجوا ويجمعوا الربيع في الميكات ويحطوهم في الدار، على اساس انه حتى حنا غيجينا العيد وغادي نعطيو هذا الربيع العيد ديالنا. فوصل العيد الثالث ودار عمرات بالميكات ديال الربيع، وام الاطفال شرات المجمار، شرات الفخر، شرات بزاف د الحوايج اللي غتحتاجهم في نهار الصباح ديال الذبيحه، يعني باقي غير الحولي وكاين اللي غادي يجيبو. وكل نهار كيدخل الحولي في واحد الدار، ودوك اليتامى تيوقفوا عند الباب تيشوفوه، هذا كبير من هذا، هذا صغير من هذا، كأيتها اطفال كيستناو النهار اللي غادي يدخل عليهم حتى هما الحولي. فجاء اخر نهار ديال العيد والاطفال كيستناو، والاصدقاء ديالهم على برا في الحومه كيسولوهم واش جاكم الحولي، تيقولوا دابا غادي يجينا اليوم غادي يجينا. والام ديالهم ما عالم بها غير الله، بقاو تيستناو داك النهار كامل توصل المغرب. وكان ملي كيوصل المغرب بحال 12 الليل ظلام الحال، وهذوك الاطفال اللي تما تيبكيو على الوالده ديالهم، فين راه العيد ديالنا؟ من كثره الفقسه ديال العيد الوالده رجعتها على ولادها، قتلاتهم بالعصا. والام ديال الوالده كانت لاباس عليهم، خوتها كذلك، ولكن الوالده كانت مطمئنهم ان العيد غادي يجي ليها، وما عيطاتش او ما رضاتش انها تمشي تعيط وتقول ليهم راه ما جانيش الحولي. ضربات دوك العواول، سلخات العصا كلاوها ونعساتهم على المغرب. وقبل ما تنعسهم قلت لهم غادي نفيقوا مع الفشر وغادي نمشيو لواحد تحتها ونجلسوا فيها. حتى يفوت العيد ويفوت كل شيء وغادي نرجعوا لدارنا على اساس انه عيدنا مع الوالده ديالي. دوك الاطفال نعسوا الدمعه في عينهم، وديك المجمر وداك الفخر كيشوفوا فيه والقطبان خويين. كانت العائله ديال الوالد ديالهم حداهم، كان مع الاسف حتى واحد ما دق الباب وسول على هذوك الوليدات واش جاكم العيد. مع الفجر ديال العيد الوالده والاطفال يسمعوا دقان في الباب، دقان بالجد. فاقت الوالده وجات كتجري، لقات الطوموبيله واقفه حدا باب دارها فيها العيد. من داك السيد اللي كان موالف كيعيدهم قال لها سمحي لي راني نسيتكم، نعست وفقت وجيتوا لي في بالي، مشيت دقيت على الجيران اللي كان عندهم جوج عيوده، كنطلب وكنرغب باش نحيد ليهم واحد
ونجيبو ليكم. وفعلا جاب لينا داك العيد، ولكن ما عندو لدا ولا طعام. من بعد البكاء والضرب الأطفال والأم اللي نعسات وهي كتبكي، هاد القصة اللي كنعاود ليكم قصتي أنا اللي محمري نساها ولا تمشي ليا من البال. فأي واحد بالاستطاعة ديالو انه يعيد شي يتيم فراه واحد الفرحة كبيرة غتدخلها عليه. ربي كبير، الطفولة كدوز وربي كيعوض بزاف د الحوايج، ولكن الحاجة اللي كتكون في العقل الداخل عمرها تحيد. اما واحد الميساج غنعطيه للعائلات اللي عندهم شي يتيم في العائلة، في الجنة راها عندكم في ديك اليتيم، والحج في هداك اليتيم، والعواشر وسعدات كيف حال الخير.